انتم على ابواب بلديه سغوان، دائره سغوان، ولايه مديه. راكم في حي فرقه زماله. هذا حي قديم، هو الاول في بلديه سغوان. نعانوا من مشكل واحد، طريق سغوان. شكينا رئيس دائره، شكينا البلديه، وشكينا حتى الولايه، ما عطاوناش لا ريبونس. ومن بعد مؤخرا عطاو بروجي للحي الزماله، الجهه اليسرى عطاوها، الجهه اليمنى ما عطاوهاش. ثاني حاجه، الذري اللي يقراو في الشتاء ما يقراوش، ما يروحوش يقراو من الغرسه، والله العظيم ما يقراو. ثالثا، بوابه تاع ارهاب هنا في الحي هذا وينه ضحت فيها 27 واحد. ثالثا، عندنا مشكلة عقار نعانوا منه. انا شخصيا قاسوني هنايا، هدموا لي ديار. يا خويا احنا نقول لك كثر خير ربي والدوله، يعني عندنا غاز الحمد لله، عندنا تريسيتي. بصح المشكل هذه لحد الان ما كانش مشكل. بصح المشكل اللي نتاعنا هذا السكان اللي فيهم الغاز والتريسيتي ما عدناش عليهم عقود. وناشدنا الاخر وهدرنا مع المير، وعيط له وهدر المير في اذاعه المديه، عيط له الوالي الاول تاع بيتنا، قال له هذه موضوع غامض. عيط له الوالي، راح ليه المير، قال له الوالي كفاه موضوع غامض. ومام الولات اللي فاتوا كاين اللي عدوا تريسيتي هنايا، دخل تريسيتي في الكطرباء في 80، ومازال ما كاش العقود. حاولنا نديروا لي بلون تاع التسويه، قال لك ما كاش، ما عندكمش هنايا، ماهيش باينه الارض هذه، ماهيش باينه. حي الزماله بالخصوص راك في حي صفرنيه كما نقول. حي صفرنيه هذا راه ناقص من عده اخص من عده نقائص، منها طريق. راك تشوفوا الطريق هنا في الشتاء تصب الشتاء، يعني الغرسه لهنا للرقبه. ودراري ثاني تصب الشتاء ما يروحوش يقراو كاع. بين النقائص صح الدوله وفرت لنا الكهرباء، وفرت لنا الغاز، وفرت لنا الماء. وشنو كاين نقائص؟ نقائص كبيره واللي هي تمثل في العقار، مشكل العقار. اغلبيه العائلات اللي هنا اغلبيه العائلات إنما قلتش قايتنا العائلات باللي ما عندهاش العقار، ما عندهاش العقود، ما عندهاش الملكيه. عندنا مشكل نتاع الوضعيه تاع السكن. الوقت خاصنا ما عندناش. نحاولوا يديروا لنا، سووا لنا الوضعيه تاعنا، المهم يديروا لنا كاغط، يديروا لنا حل، السلطات البلديه والسلطات الوليه. وراه عندنا الغاز، عندنا تريسيتي، عندنا الماء، خصنا طريق. طريق ما كاش، الدراري راهم في الشتاء ما يروحوش يقراوا. الوادي يقطعنا. ما مقبولين من قضية السكنة والطريق. الطريق السكنة رانا ساكنين، كأنها رانا محسوب باني ماكش باني، كأنها قاعد برا. ما عندكش العقود؟ ما عندكش عقود، ما عندكش عقود. كي يجي لك يقول لك بلادي وش راح تقول له؟ ما عندك ما راح تقول له أنت. في فرقة زمالة عندنا حوالي 250 سكن. هذه 250 سكن من غير الأفراد. أفراد بالك واحد حوالي واحد 1000. عندنا إشكالية تاع الطريق. الإشكالية تاع السكن. السكن رانا بانين سرقة شغل. تبني يحكموك تخلص بروسي. نطالبوا يعطونا كواقب ويسووا لنا الوضعية بالخلاصة، خلصوا. مهم ديرونا كيما الشعب الآخر في الجزائر، كاع عندنا حق ندوه. ماناش نطالبوا بشيء مستحيل. ونطالبوا سيدي الولي اللي جاء يجينا في نهار تاع مطر باه يعيش معانا الحالة كيما رانا عايشين، باه يقدر يحس بينا. هنا يا رب بلدية سغوان حي زمالة، كما كنتم تشوفوا هنايا حي صغير صفارنية هكذايا. المهم هذا الحي ناقص من كلش. عندنا مشكل عقار، مشكل كبير يسمى، من بكري تعاني منه هذا المشكل هذايا، من بكري كاين. يعني أي واحد هنا معرض للطرد، يعني ما كاينش لي عنده كاغط، ما كاينش لي عنده ورقة. كما كنتم تشوفوا هنا ما كاينش طريق. هذه اقل حاجه، طريق ما كاينش، يعني في الشتاء ما كاينش طريق كامل. الا طاحت الشتاء بزاف، الا كنت في الفيلاج تقعد في الفيلاج، ولا كنت في الدار راك في الدار، يعني ما عندك وين تروح. الطريق ثاني ما كاينش، الطريق راك ما تشوفوا فيها. الطريق راه واحد الكيلومتر الاولاد كما كانوا يقولوا لكم يلحقوا للواد، كاين حتى يعودوا بكراسي يقطعوا فيه. ما كاينش في وقت الشتاء كما الشتاء هكذا جاي ما يقراوش، ما عندهمش منين يخرجوا من القش. ما كانش يوم واحد مريض ما عندناش منين ناخذوه. تسويه الوضعيه هنايا ما كانش، ما نسعوا حتى كاغط. يعني كان الغاز، كان التريسيتي، كان الاخر، بصح شنو كاغط ما عندكش، ملكيه ما عندكش.
راني شغل ماكش ضامن، ماكش ضامن سكنه ليك وماش ليك، ما عندكش عقد عليه. عندك فيها غاز من كاطر فيه، وعندك فيها عندك تريسيتي من كاطر فيه، وعندك الغاز دو فيل ركبوه هنا وما عندكش العقد. يعني دوله تاع الغاز اللي دارت الغاز هيك، والدوله اللي دير العقود هيك. العائله كاين بعض العائلات غالبها متعرضه للطرد او الهدم في اي لحظه، لانه ما عندهمش العقار، ما عندهمش العقد بالنسبه لهذا العقار اللي ساكنين فيه. السلطات الولائيه ينظروا لينا على ان على اننا حي تابع للمجتمع الجزائري، يسوون الوضعيه وخاصه المشكله تاع العقار. نطالب من السلطات المحليه يعني يخذوا لينا وياخذونا بعين الاعتبار. طلبوا منهم يا خويا يتصلوا باهل السكان المين باهل المنطقه، يتحاوروا مع الناس هذو اللي يقولوا بلي عندنا ارض ويقولوا ملكيتنا خاصه، يتحاوروا ويسووا لهم وضعيه للشعب وليهم. بالنسبه لفرقه الزملاء، تعود الارضيه مثل الخواص بالدرجه الاولى، التسويه لا تمس الارض اللي فيها حيازه من قبل 2008 تمسها التسويه. معظم السكان الساكنين في اراضي قلت لك تاع خواص من قبل ودخلت في المحيط الامراني سنه 2010 عندها لي تروا باز، الا انه ما يشم اشرى النهايه تاعها بناء على اراء مختلف مصالح، وتم الشروع في انجاز المخطط الثلاث حسب الاجراءات القانونيه. النسخ لم يتم التأشير عليها كما قلت لك من طرف المصالح المعنية. فيما يخص تسوية البنايات، لحد الساعة لم يقدم أي مواطن ملف خاص بتسوية البناية في إطار 15-08. وكما تعرفوا باللي التسوية من اختصاص لجنة الدائرة مش من اختصاص البلدية. البلدية ما هي إلا تشد الملف وتقدمه على لجنة الدائرة للنظر فيه. بالنسبة رفعناه وقلت شخصيا للسيد الوالي في الاجتماع تاع اكتوبر اول تاع التعارف بين المجالس المنتخبه، كنا طرحنا هذا الانشغال. اللي كان قال لي يجيب لي ملف كامل حول هذه الاخرى، مازلنا ما ديناش الملف، هو على درايه بذلك. بالنسبه للطريق المؤديه الى فرقه الزماله، من ابتداء من الطريق الوطني رقم 1 الى فرقه الزماله، هذاك لوغدي ستيرو داه 27/10/2015 هاو اون كور دو رياليزاسيون. راكم عقبتوا عليه وشفتوا راه اون كور دو رياليزاسيون. تبقى لنا الجهه الشماليه، الجهه الشماليه كنا سجلنا لها بي سي دي 2016 القادم ان شاء الله، مشروع ب 1 مليون دو دينار، ب 10 مليون بليتو، 10 مليون يعني مليار، ب 10 مليون وان شاء الله القريب العاجل. الاناره العموميه بالنسبه للرونفورسمون دي بوست تاع الالكتريسيتي فرقه الزماله، كنا درنا بوست غير كيما هذا، كنا صار يعني انقطاع عندهم هما في الجهه الشماليه، ولكن ندارك الامر ان شاء الله.